بنغازي الصحفي محمد الترهوني. أستاذ محمد أهلا بك. منذ قليل حضرتك كنت متواجد في درنا، قد طلعت يعني على الوضع هناك، لو يمكن أن تطلعنا على ما شاهدت، كيف هو الوضع في هذه الأثناء؟ نعم بدر، جميل، تحية طيبة لك ولكل المشاهدين سكاي نيوز العربية، نحييكم تحية طيبة. نعم، لعل الموقع أو ما يحدث في درنا فعليا، دعنا نسمي الأمر بأنه كارثة فعلية تخيم على الليبيين. اليوم الوضع في درنا لا نستطيع نصفه إلا بالوضع الكارثي أو بالمأساة الفعلية التي وقعت في مدينة درنا. هذا الفيضانات وهذه السيول شبه أن نقول قضت على جزء كبير جدا من المدينة. الوضع سواء كان من البنية التحتية أو حتى في عدد المفقودين وعدد الشهداء من جراء السيول أرقام كبيرة جدا، ولازال العدد متزايد والعدد مستمر في التزايد. الحصيلة لعلنا الآن نصل إلى ما يقارب عن حوالي 5000 جثة انتشلت من تحت الأنقاض، والعدد المفقودين يصل الآن إلى ما يقارب عن 10000 مفقود إلى هذه اللحظة. الوضع في مدينة درنا لعل مأساة فعلية تحدث، ولأول مرة نرى مثل هذه الكارثة التي تخيم على مدينة درنا. الحزن يخيم على كافة الليبيين اليوم جراء هذه الكارثة التي أصبحت حديث الساعة لدى الليبيين بصفة عامة ولدى العرب. ولا أفخم الأمر إذا قلت أن الكارثة فعليا أصبحت اليوم نستطيع أن نقول أن هناك عدد كبير جدا، وهناك مخاوف من الازدياد المستمر لعدد المفقودين وعدد الشهداء. أيضا شبه مدينة أو أحياء كاملة داخل المدينة انتهت فعليا جراء هذا السيل. لو تحدثنا عن الأمر، هو كانت هناك إنذارات بدائية لحدوث هذه الكارثة التي نبيت بها الأرصاد الجوي. شكلت غرفة عمليات فعلية لهذه الطوارئ، كان على رأس هذه الغرفة القائد العام للقوات المسلحة، وكذلك رئيس الحكومة الدكتور أسامة حماد، وكذلك أيضا العميد. لو يعني كي نستفيد من وجودك معنا يعني حول الوضع الحالي كما شاهدته، يعني لو تطلعنا قليلا على جهود الإغاثة، كيف تتم الفرق التي يعني تقوم بإغاثة يعني الأشخاص لربما المفقودين وما إلى هنالك، يعني على ما تركز، كيف تعمل في هذه الظروف الصعبة؟ نعم، فرق الإنقاذ لو جزأنا الأمر إلى ثلاث فرق التي تقوم بالإنقاذ، ابتداء من الهلال الأحمر الذي هناك وفود أيضا من الهلال الأحمر من المنطقة الغربية قدمت أيضا إلى مدينة درنا. كذلك لو تحدثنا أيضا على الجزء الآخر وهو الجزء المدني، جهود المواطنين التي تكاتفت أيضا للتسهيل من عملية انتشال الجثث من تحت الأنقاض وكذلك أيضا من السيول. أما الجزء الآخر فهو متمثل في القوة التي شكلت أو القوة العسكرية والشرطية التي لها وتشكل دور كبير جدا في إنقاذ المدنيين أو انتشال الجثث. رأينا سواء كان العسكريين وكذلك المدرعات العسكرية وكذلك الآليات التي خصصت لهذا العمل. هناك تكاتف كبير جدا، هناك تضامن كبير جدا، هناك أيضا عمل دؤوب على مدى خلال 24 ساعة. الانتشال إلى هذه اللحظة انتشلت أسرة كاملة ما يقارب عن 7 أشخاص من تحت الأنقاض خلال، وأنا أحدثك الآن ورد هذا الخبر، أسرة كاملة انتشلت جثتهم من تحت الأنقاض. الجهود مستمرة والجهود لازالت على مدى 24 ساعة. نلاحظ أن هناك أيضا وفود أخرى قدمت من المنطقة الغربية، سواء كان من مدينة طرابلس، من مدينة الخمس، من مدينة أيضا الزنتان، ولازال الجسر مستمر لقدوم مثل هذه الوفود، سواء كانت الطبية والطبية المساعدة والأطقم الطبية الأخرى، وكذلك أيضا أفراد الهلال الأحمر. ناهيك عن المتطوعين المدنيين الذين أيضا تنادوا من كل ربوع ليبيا للقدوم إلى مدينة درنا للمساعدة وتقديم يد العون والتسهيل. هناك أيضا حالة من التكاتف الكبير جدا
ما بين المواطنين في المناطق المحادة والمناطق الملاصقة لمدينة درنة، رغم أن هناك متضررة أيضا منطقة المخيلي، تاكنس، البيضة، مناطق أخرى. رأينا أن رغم أن هناك ضرر، ولكن هناك أيضا تكاتف لمحاولة التسهيل على مدينة درنة والتخفيف على مدينة درنة وتسهيل القدوم والخروج، رغم أن هناك معضلة كبيرة جدا، ولكن بفضل الله كنا نتخوف من انهيار الطرق المؤدية إلى مدينة درنة، ولكن فعليا كان هناك استجابة فورية وكبيرة جدا من غرفة الطوارئ المشكلة من القوات المسلحة لتسهيل ووضع جسور للجهات التي هدمت من الطرق المؤدية إلى مدينة درنة، ما سهل الأمر للدخول. هناك أيضا نقاط أمنية لمحاولة التسريع ومحاولة تسهيل سواء كان الإسعاف وأيضا سيارات المواطنين. ناهيك على دخول أيضا نتحدث على الطيران العمودي الذي للأسف الشديد في خلال الساعات الأولى من انهيار السد كان هناك مانع كبير جدا لقدوم الطيران بسبب أحوال الطقس، ولكن أعذرني لكن الوقت انتهى. شكرا لك أستاذ محمد الترهوني على هذه المداخلة من بنغازي.